عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. يوم غدا نحضروا ثلاثة الوصفات بعجينة وحدة سحرية. هاد العجينة كتليق جميع أنواع الفطائر. على بركة الله ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. عندنا دانون طبيعي، عندنا ماء دافي لجمع العجين، عندنا 4 كأس ديال زيت زيتون و4 كأس ديال زيت نباتية. أنا خلطتهم، عطوني نص كأس. عندنا الدقيق الأبيض حسب الخليط، عندنا 3 المعالق ديال السكر حبيبات، عندنا الملح، وعندنا الخميرة ديال الخبز. غدا ندوزو نحضرو. أول حاجة غدا نوضعو الخميرة، وغدا نوضعو القليل من السكر، وغدا نوضعو الماء، وغدا نخلطو الكل، وغدا نزيدو الدقيق الأبيض غير القليل فقط حتى نحصلوا على عجينة تكون كثيفة. أنا غادي نوريكم. غادي نخلطوا الكل، غادي نزيدوا شوية من الدقيق الأبيض، ما خلطنا الكل. هذا هو القوام اللي حصلنا على الخليط ديالنا. دابا غدا نغطيوها وغدا نخليوها حتى تفاعل لينا. بعد ما نفاعل لينا الخليط غدا نزيدو الزيت، وغدا نزيدو السكر، وغدا نزيدو الملح، غدا نزيدو دانون طبيعي، نزيدو الدقيق الابيض. غدا نجمع العجين ديالي. هي الدقيق الابيض غير بشويه بشويه، ماشي دفعه واحده. غادي نبقى نزيد في الدقيق الابيض حتى تجمع لينا العجينه ديالنا. هي العجينه تكون مرخوفه وتكون كتلصق في اليدين. غادي نزيد القليل من الدقيق الابيض، وغادي نبقى مستمره على هذه الطريقه حتى تجمع لينا العجينه ديالنا. لما جمعت العجينة ديالي حصلنا على عجينة كتكون خفيفة ورطبة وكتلصق شوية في اليدين. دابا غدا نخليها حتى تخمر ويضعف الحجم ديالها. لما تضعف الحجم ديال العجينة ديالنا، دابا غدا نرشو القليل من الدقيق الأبيض، وغدا نقسموها على ثلاثة قطع متساوية على شكل كويرات. لما قطعناهم الى كويرات متساويه، دابا غادي ناخذ الكويره الاولى وغادي نشكلوها على شكل ميني باكيت. غادي نطلقوا الكويره ديالنا. كما كتشوفوا انا رشيت القليل من الدقيق الابيض، نطلقوها مزيان. بعد ما طلقت العجينه ديالي غادي نشكلهم على شكل دوائر بهذا القطاع دائري. صافي، وديك العجينه اللي غادا تشيط لينا غادا نكورها وغادا نديرها في بلاستيكه باش نستعملها مرة تانية. بعد ما شكلتهم دوائر، دابا غادي نشكلهم ميني باكيت. كما كتشوف انا راه طلقت ديك العجينه. غادي نجيبو قطعه ديال البيتزا وغادي نبداو نشرطوها لهذه الطريقه هذه، وغادي نبداو نروليو فيها بهذا الشكل هذا حتى كنشكلو على ميني باكيت بهذا الشكل هذا. غادي نديرو واحده اخرى، غادا نبسطوها بالمدلك، نضغط عليها شويه بيديه وغادا نبسطها بالمدلك. صافي، غادي ناخذوا قطاعه ديال البيتزا وغادا نبداو نشرطوا لهذه الطريقه، وغادا نبداو نروليو فيها.
كنحصلوا على هذا الشكل. هذا الشكل ميني باغيت، انا درتهم صغار، اللي بغى يكبرهم لكم الاختيار. غادي نعملوا واحده اخرى، كنبسطوهم بالمدلك وكناخذوا قطعه ديال البيتزا وكنبداو نشرطوا فيهم صافي، وكنروليوهم بطريقه بسيطه. كنحصلوا على هذا الشكل. هذا غادي ناخذوا الكره الثانيه وغادي نبسطوها وغادي نشكلوها على شكل ميني بيتزا. غادي نرشوا القليل من الدقيق الابيض باش ما تلصقش لينا. ما طلقت العجينه ديالي، انا راه خليتها شويه غليظه على هاد السمك هذا. دابا غادي نشكلوها دوائر. بعد ما شكنتهم دوائر، دابا غادي ناخذوا فرشيطه وغادي نعملوا ليهم واحد الثقوب بهذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره حتى نكمل الدوائر ديالنا او البيتزا ديالنا. كتشوفوا انا طلقت العجينه الاخيره، غادي نشكلها على شكل ميني بطبوط. انا خليتها مغليضه مرقيقه. دابا غادي ناخذ واحد الكويس صغير او قطع صغير اللي موجود عندكم وقطعوا به. انا قطعت بهذا الكويس صغير دائري وغادي نقطعوهم. بعد ما كملت الميني بطبوط حصلنا على هذا الشكل هذا. درتهم دوائر اللي عدوا شكل مربع، يديرهم لكم الاختيار. كملنا، دابا غادي نخليهم يخمروا المره الثانيه. خمروا لينا، انا خدت بيضه كامله وضعت معها قطرات من الخل. دابا غادي ندهن غير ميني باغيت فقط، غادي ندهنهم من جميع الجوانب غير بشويه. بعد ما دهنت الميني باغيت غادي نزينهم بالخشخاش اي البافو، وغادي نزينهم بالسمسم الابيض اي جنجلان الابيض، وغادي ندخلوهم غير الميني باغيت ندخلوهم الفران درجه حراره 180 درجه. الميني بطبوط وميني بيتزا غادي نطيبوهم في المقلات. غادي ندوزو نطيبو غير نص طيبه ميني بيتزا، غادي نوضعوهم في المقلات. قمت تراسها من تحت، دابا غادي نقلبها باش تكمل الطياب ديالها. غير نص طيبه، اللي بغى يدخلها الفران يدخلها. انا كيعجبني هاد المقلات كنطيب غير في المقله. كما قلت لكم هاد العجينه هادي راه كتجي رائعه وكتوجد جميع الفطائر ومسهله القضيه كما كنقولوا. دابا غادي نبقى مستمره حتى نكمل البيتزا ديالنا. غادي ندوزو نطيبو ميني بطبوط، غادي نحطوهم فوق المقلات. هي البوطه تكون متوسطه باش ما يتحرقوش لينا. دابا غادي نوضعوا جميع البطبوط ديالنا على حساب المقلات على شحال كتهز. ما كتهز ليا كميه كثيره. بعد ما وجد لينا البطبوط ديالنا
كما كتشوفونا غادي نوضعوا على هاد الطريقه هذه باش يطيب لنا من الجوانب باش ما يبقوش خضرين. نتلاقاو ونوريكم الوصفات اللي وجدنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي حضرنا بعجين سحريه. هاد العجين تحضروا بها جميع الفطائر بظرف وجيز. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم فكره اليوم وتجربوها وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس وتعملوا لايك وتشجعوني وتدعموني. مع السلامه في فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.